بسم الله. النهارده ان شاء الله كده هنتكلم عن الحاله الثالثه من اف اللي هي ثيرد كونديشن. بس نعمل مراجعه سريعه بسرعه على الحاله الاولى والحاله الثانيه. الحاله الاولى قلنا بيجي بعدها بريزنت سيمبل، الجمله الثانيه ويل كان ماي بلس انفينيتيف، تمام. الحاله الثانيه بتقول ان اف اذا كان بعدها باست سيمبل، الجمله الثانيه وود كود مايت بلس انفينيتيف. دي الحاله الاولى والحاله الثانيه اللي خدناهم قبل كده. شوف بقى الحالة التالتة النهارده. الحالة التالتة بتقول إن F إذا كان بعدها past perfect، الجملة التانية would could might plus have plus past participle. شوف مثال على طول. If I had known the answer I would have told you. Had known past perfect would have told. المثال التاني. If you had come to my house I would have made you a meal. طب الحالة التالتة بتعبر عن إيه؟ أسف أو ندم على شيء حصل في الماضي. يعني هي حاجة تمت خلاص ما تتغيرش. يبقى الحالة التالتة من F تعبر عن الباست. طب إمتى تستخدم الحالة التالتة من F؟ إذا كان الجملتين باست سيمبل. لو حابين نستخدم في الجملة دي بيكوز أو ليه؟ هقول كده I didn't tell you the answer. أنا ما قلتلكش الإجابة ليه؟ because I didn't know it. خلاص تمام؟ طيب لما جينا نستخدم اف هنا didn't know. لو فاكرين لو didn't sorry didn't tell. لو فاكرين في الحاله الاولى والثانيه ان لما احب استخدم اف لو كانت الجمله مثبته بنفيها ومنفيها بثبتها، صح؟ هنا لو بصينا هنا I didn't tell you، هنا I would have told you. I didn't tell you the answer because I didn't know، وهنا I had if I had known. اف بتحل محل because او because بتحل محل اف. يعني الجمله اللي فيها اف اهي اللي هي دي هي دي، مش موضوع ان انا اغير الجمله ولا الجمله. انا ممكن احط بيكوز في الاول عادي، يعني مثلا الجمله دي كده اهو، بصوا معايا كده هعكس جملتين ازاي. هقول هجيب الجمله دي كده اهي، بسيب كده سوري because I didn't know the answer. اهو انا طبعا بشتغل بسم الله بالماوس والكمبيوتر عشان تفهم اكتر، بس هنخلي because capital معلش لان طبعا تعتبر بدايه الجمله. because I didn't know the answer I didn't tell you it. هتلاحظ الجمله دي هي دي مع اختلاف بسيط جدا اللي هو ايه؟ ان انا بدات ب because. اهو شايفين هنا because I didn't know the answer. فلما جينا نستخدم F حاطين هي نفس الترتيب بتاع الجمله if I hadn't known the answer، تمام كده؟ يبقى هنلاحظ ان الجمله فيها F هي اللي فيها because. ممكن اسال سؤال في الحاله الثالثه what would have happened if a lot of volcanoes had erupted at the same time. عادي مش مشكله سؤال what would have erupted، تمام؟ طيب if scientists had been on earth 65 million years ago they would have seen why the dinosaurs disappeared. اهم حاجه دلوقتي عرفنا الحاله الثالثه بتقول ان اف اذا كانت past perfect الجمله الثانيه would have past participle، تمام. ممكن اشيل اف واقدم هاد على الفعل، يعني مثلا في الجمله دي if scientists had been يبقى had scientists been. هنا if I had known had I known عادي مش مشكله اهو. had I brought my camera I would have taken فوتو اوف يو. يعني لو حبيت استخدم فيها فاعمل ايه؟ هو هي نفس الجمله ونفس المعنى. هقول كده if I had known، هي هتلاحظ المعنى واحد. had I brought if I had brought، تمام؟ في الحالة التالتة من اف اذا كانت الجمله مثبته بنفيها ومنفيه بثبتها لما استخدم ايه؟ اف. وده احنا قلناه قبل كده. رايكم دلوقتي نشوف اكسرسايز. انا لو حليت الجمل اللي هي دلوقتي هنقولها يبقى انا كده فهمت حاله اف كلها. بس نبص على الجمله اف حسن اولدر هي كود ليرن تو اي كود ليرن تو درايف ا كار. هنلاحظ هنا كود ليرن الحاله كام؟ جود الحاله الثانيه. طب الحاله الثانيه قلنا يجي بقى اف يجي بعدها باست سيمبل، يبقى عندنا الاجابه بتاعتنا اللي هي ووز. ليه؟ عشان عندنا كود ليرن، تمام. الجمله الثانيه if I knew the answer to the question I knew ده اللي هو past simple، يبقى عندنا past simple يبقى الحاجة كام التانية، يبقى عندنا الإجابة بتاعتنا تمام اللي هي would tell. الجملة التالتة
if he مش هقرا الكلمه دي بقى if he really carefully he understand the book. في واحد يسأل طب دي present ولا past؟ يقول لك لا انت كده لخبطتنا معلش. ليه؟ لان read ماضيها read يعني نفس النطق او نفس الكتاب فلازم ارجمنا. لا هنلاحظ حاجة بسيطة، الفعل اللي هو هي هو اللي بيحدد اذا كان present ولا past. لو هي present يبقى المفروض هنا reads صح كده؟ يبقى المفروض تبقى ايه؟ reads. بس هنا reads طب مفيش اس يبقى المفروض تبقى الحالة كام؟ very good. if he read really carefully he would understand the book. تمام. طب ليه would؟ الحالة كام هنا؟ الحالة التانية. عرفنا ازاي الحالة التانية؟ عشان كلمة read. طب انا ما قريتهاش مش مشكلة، انا عندي كلمة عندي هي لو هي present هيجي بعدها اس، فاحنا هنضيف الاس، هنا ما ضفناش اس يبقى هنا تبقى past. احتار امتى في الجملة دي؟ وممكن اقول لا الجملة دي غلط لو هنا I او we او you او they. I we you they او جمع تنفع الاثنين، تنفع will تنفع would، وطبعا ده مستحيل يجي في امتحان بالشكل ده اذا جاء choose. وطبعا معروف ان في ثالثة اعداد السنة دي مش هيبقى فيه choose structure. شوف الجملة الثالثة. If we all loved each other the world a better place to live in. الحالة كام؟ loved past يبقى الحالة الثانية. تمام. يبقى عندنا هنا ايه؟ would. اوكي. If you didn't know how to speak English it difficult for you to travel to London. didn't know الحالة كام؟ تمام الحالة الثانية. يبقى هنا برضو would be. اوكي. شوف بعد كده if I very ill I'd أو I would go to the doctor. would go would والمصدر طب الحالة كام؟ الثانية. واحنا هنا في الحالة الثانية بيجي past simple. الله طب ايه ده؟ في past simple هنا؟ ده مفيش غير where. ازاي؟ هي if المفروض تاخد I تاخد ايه؟ was. طب اشمعنى هنا where؟ احنا فاكرين في الحالة لما شغلنا الحالة الثانية من if الضمائر بتاخد where في الحالة الثانية ممكن بدل was. تمام؟ يبقى هنا المفروض هتبقى where. لو انه وزن مفيش مشكلة. If had a German she might talk to a German tourist. برضه might talk يبقى الحالة كام؟ التانية. فين التانية؟ spoke very good. تمام. We go to England if we had friends or family there. الله هتقول لي انت غلطان. ليه؟ دي had. دي had تبقى الحالة كام؟ الحالة التالتة. يبقى المفروض تبقى هنا would have. طب صح؟ لا طبعا. هنلاحظ حاجة إن had دي had بس مش had وتصريف التالت. صح كده؟ يبقى المفروض هتبقى الحالة كام؟ التانية. وده خلي بالك أكتر شغل في اللي هو في choose في الحالة كام؟ التانية. لأن had المفروض لو بصينا كده واحد يقول لك had ده الحالة التالتة. ليه؟ عشان ده ماضي تام. لا ده مش ماضي تام. ده past simple ماضي بسيط. يبقى تبقى would. أوكي؟ خلي بالك ان هاد لوحدها ده باست سيمبل، عشان جبت تبقى باست بيرفكت يبقى لازم هاد وبعدها تصرف تالت. His parents him if he told. بعد told الحالة كام؟ التانية. يبقى عندنا would help. تمام. هتلاحظ طبعا معظم الجمل في الحالة التانية بس هنغير دلوقتي. If we went to the beach we swimming. went الحالة كام؟ برضه التانية. باست سيمبل يبقى good go. if you visited the zoo on Friday it very busy. كده هنختار عندنا might have وعندنا would have وعندنا might be. طيب اختار ايه؟ طب دول كلهم ينفعوا، المفروض might بعد الفعل في المصدر. لا هنا برجع لزمن الجملة. if you visited the zoo on Friday it would have very busy يعني ايه يملك busy؟ لا المفروض تبقى it might be very busy يعني ممكن ان يكون. اللي بعدها if Aya and Dina both got 90% in the exam they للحالة كام؟ هنا فين الفعل؟ فعل got. got ده زمن ال past. يبقى انا طبعا هتبقى
الحالة التانية تمام. شوف الجملة بعدها. If Mona had remembered to bring her phone, she you had remembered. طب ده زمن ايه؟ ده زمن past perfect. تبقى الحالة كام؟ تمام very good. يبقى الحالة التالتة. تبقى الحالة التالتة بتقول ايه؟ ان اف اذا جابها past perfect الجملة التانية would have past participle. فين would have؟ فين would have؟ فين would طبعا اهي good. ادي would have وبعدها past participle اللي هو would have called. If I that camera in the shop, we wouldn't have bought it. هتلاحظ ان جواب الشرط ده من جواب الشرط اللي هي would have or wouldn't have bought. طيب هتقول ان كده في جملتين، في عندك had seen، had seen الحالة التالتة، و hadn't seen، had seen و hadn't seen. طب عارف انهي جملة؟ كده في الحالة دي بنرجع لمعنى الجملة. طيب if I، لو بصين if I had seen، لو انا شفت الكاميرا in the shop I we wouldn't have bought it. لا طبعا يبقى في الحالة دي هتبقى hadn't seen. اوكي بكده نكون خلصنا ان شاء الله الحالة التالتة من اف وخدنا كام تمرين عليها. ان شاء الله باذن الله في فيديو بعدها مباشرة باذن الله اللي هو اكسرسايز على حالات اف كلها بالنسبة لتشوز وبالنسبة لرايت. اشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.